النجار. ايوه انت دكتور. اه دكتور ايه؟ اخصائي تغذيه علاجيه، كلينيكال نيوتريشن سبيشالست. يعني انت بتخسس الناس؟ يعني بشتغل اكتر من التخسيس شويه، يعني اي حاجه ليها علاقه بالاكل والميديكال كونديشنز بشتغل هنا، ده الحته بتاعتي. استفدتوا منه بحاجه في الكلام ده؟ بعت لي على جيمي وبعد جيمي بتكلم على الشتا بتاع اللي فيه. قبل النيوتريشن كان في المشرحه، فعنده قصص بقى. يعني كنت بدرس، انا بعد ما اتخرجت من الجامعه اشتغلت معيد طب شرعي، وبعدين بعد كده قدمت على الدبلومه بتاعه اليوروبيان سوسايتي فور انترنال اند بارنتال نيوتريشن. التغذيه بالعربي اصعب، التغذيه الكلينيكيه والبارا كلينيكيه. لا طب قولها بالانجليزي كده. European Society for Enteral and Parenteral Nutrition. اه ماشي، يعني صعب قوي. احنا نيوتريشن يعني. يا والله قلت نيوتريشن في الاول. معلش امير، كنت بتقول بعت له صوره. الصوره بقى انا الواحد كده توبلس كده، قلت له انا عايز الجسم ده اتصرف. يعني لما تبطل انت لسه واكله دلوقتي نبقى نتكلم. صعب جدا يا امير. هو عايز بقى عضلات شويه. لا الاثنين. هو اتصرف بقى. لا شكله يروح هو الجيم. احمد نعمان على البيس. احنا لو كنا فيلم كنت قلت ان انتم مجمعيني هنا عشان تستفردوا بيا وتخلصوا عليا. كل واحد يهب فيكم ب 10 جنيه، مش هصرف عليكم. وانت بالذات بقى عليك 20 جنيه بعد اللي عملته النهارده. انت بتشتغل بالوجبه يالا؟ لو ركبتك الملاهي هتزعل. انا حاسس ان احنا كل اللي عدينا بيه كعيال صغيره لسه عايش جوانا لحد دلوقتي. صدقي صخر ما حاولش يستفيد من خبراتك. لا لا صدقي، صدقي لوحده. صدقي يعني صدقي ممكن لو انا عايز تغذيه هروح له البيت عادي. صدقي كان بيجي لوكيشن بالعجله والتفاحه. هو انت الهيلثي، الانسان الهيلثي؟ بحاول يعني. جيمي هيشهد علينا كمان شويه. مش لدرجه فيجيتيريان بس يعني بحاول. اه اكل عدل، ما بوظش، العب رياضه، اروح اللوكيشن بالعجله. ف انتوا عارفين بعد ما دخلنا الكرفس وكده انا نسيت ريفو. ايوه نفسي كل حاجه. معلش. ايوه بقى، فانت دكتور. ايوه. رحت التمثيل ازاي؟ لا انا بمثل من كتير قوي. انا بمثل من المدرسه اكشلي، بمثل من 2002، وبعدين اشتغلت بقى من اول كنت في طب وبروح اعمل مسرح في اعلام، وبعدين وفي اعلام مشاريع التخرج بتاعه اعلام بشتغل فيها، وبعدين في 2006 اشتغلت مع صدقي في بي بي سي راديو لندن، عملنا الثلاثيه بتاعه نجيب محفوظ مع بعض. كان معانا عمر الشريف، وكان معانا علا رشدي ومريم الخشت بس فاشتغلنا مع بعض وقتها. وبعدين بعد كده بقى كان في فتره بقى اشتغلت مع استاذ اسماعيل عبد الحافظ، واشتغلت مع استاذ محمد فاضل، وبعدين بعد كده بقى بدات يبقى في ذات حب. اشتغلنا سوا انا ونير في 2011 2012، وبعدين بقى الجماعه واحد والجماعه اتنين لاختيار اتنين. انه بقى الطف، شغل التغذيه ولا شغل التمثيل؟ لا انا الاثنين بالنسبه لي حب. يعني انا مثلا اعرف عمرو من ورش، اعرف ساره من مسرح، فاحنا كلنا اشتغلنا مع بعض في اوقات كتيره جدا، وبالنسبه لي ده بيديني حاجه بتخليني عايش في اللوكيشن وعايش في العياده. يعني في وقت ببقى انا مرهق جدا وببقى مستني وقت التصوير عشان هفوق، ده البريك بتاعي، والعكس صحيح. دي وانا في التصوير في لقطه ببقى بموت، ببقى مستني ان انا ارجع العياده واشتغل مع الناس، عشان ده بيديني نوع تاني من الحياه.